أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من وافق الكفار ظاهرا دون الباطن ومن غير إكراه يكون كفره أصغر؟ لا، إذا وافقهم بالظاهر من غير إكراه يكون مثلهم وله بأصغر، هذه ردة. نعم، وافقهم على الشرك بالله، على أن المسيح ابن الله، ولا ينكر هذا، يقول هذا دينهم وهذا، والناس أحرار في عقيدتهم والأديان سواء كل بهواه، هذا يرتد عن دين الإسلام. نعم.